جرت اتصالات هاتفيه اليوم بين حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله وكل من اخيه صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير دوله الكويت الشقيقه واخيه فخامه الرئيس برهم صالح رئيس جمهوريه العراق الشقيقه. تم خلال هذه الاتصالات تبادل التهاني بمناسبه حلول عيد الفطر السعيد. دعينا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبه المباركه على مملكه البحرين وعلى شعوب هذه الدول الشقيقه باليمن والخير والبركات وعلى الامتين العربيه والاسلاميه بالعزه والتقدم